الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده، شكلك كان يقتل. في ايه يا سيخ؟ في ايه يا سيخ؟ ما تزعلش. يا لهوي، ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا، على فكره. لا اتضرب، انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب، انا ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين هنخش ونركب، لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي، خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه. مش هينفع، مش هينفع، انا اتضربت كتير قوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي، انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركنوا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اهدى، ما انت اللي غبي، صينينا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا ما كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منايمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منايمينها، اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منايمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان، ودورت برفان. مش برفان، مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رأيك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ دي ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هرشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي، غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه، تبقى مصيبه. انت هترشهم. طب خلاص خلي في النص، خلي في النص. ماشي 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 ماشي. لا 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 لا، مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو؟ ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس، دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا، هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين، رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف، مش عارف. أنسة نيلي، أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة. أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على انستجرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف بس. هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظة قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعة، البسيها البسيها. طيب بص يا سيف، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عايزة فلوس؟ عايزة كام؟ لا 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 خالص، أنا معاك في الجامعة. إيه ده؟ جامعة إيه؟ معايا أنا؟ مستحيل، ما شفتكيش قبل كده. إزاي يا ابني؟ ده أنا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت أعرف يعني، أنا بحضر على طول. ما طب أفكرك؟ أنا مرة استلفت منك أستيكة. مستحيل تستلفي مني، لأن أنا مش هسلف أستيكتي لحد، لأن أهم حاجة عندي الأستيكة. طب ثانية، الأستيكة عليها فرولة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة؟ أنا ما عضعضش الأستيكة عشان أعرف أهميتها، ما عضعضهاش أنا. وبعدين كان إمتى؟ كان يوم إيه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الأستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان أنا عارفة إن أنت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة. مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا.
للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده، يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها؟ طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني؟ انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه ما تقوليش اي حاجه؟ وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام خليك، أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. ديني ولا ديني؟ ديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك ايه يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين انا حبيت اعمل كده عشان بصيتي تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟